كل ما دخلوا المتشبعين ديالنا ان شاء الله نبداو. عدنا اليكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا خونا مهدي اللي مسكين طارح الفراش 12 سنه هذه بسبب واحد الحادثه تسير اللي كانت خطيره. لقى في واحد المشكل كبير. نقربكم اكثر مع الحاله ديال خونا مهدي من عند الام ديالو. السلام عليكم خالتي. السلام وليدي. بخير خالتي لاباس كيداير الامور؟ الحمد لله. عاودي لينا على الحاله ديال مهدي كيفاش كانت وكيفاش ولات. والمهدي ولدي كان غادي مزيان. المهدي ولدي من صغرو كان غادي مزيان، ما مبلي ليا، ما كيدير ليا صداع، ما يدير ليا مشاكل، ما كيدير ليا حتى شي حاجه. كان متبع الرياده ديالو والبيع والشراء ديالو. هذاك النهار ولدي جا عند واحد الدري صاحبو خدا من عندو موطور، قال لي ماما غادي ندير دويره. ما كايناش نص ساعه جاتني الاخبار ديالو، قالوا لي راه طاح. تبعتو للمنصور، قالوا لي راه داو الميريزكو. مشيت للميريزكو ما كيخليونيش ندخل. دخل با خرج فواحد الحاله، قلت لي مالو؟ قال لي المهدي راه مغيب 11 يوم هو مغيب، ولدي كوما. هذاك النهار كنكتشف، قالوا لي سير جيبي الحديد. مشيت خديت الحديد، درنا ليه لظهرو. الطبيب بقيت كنطلب فيه، قال لي المهم راني جمعت لي ظهرو. هذه هي الكلمه اللي قال لي، قال لي جمعت لي ظهرو صافي جيت في حالاتي. شحال تقريبا من غرزه في ظهرو؟ عنده تقريبا شي ستة، ما بين 32 36 غرزه. بغيتي تشوفها نوريهم؟ نعم. هي هذيك وليدي. من تما وحنايا كنعاني، وكنقول لك كيقولوا لي الطبيب، كيقول لي هاد السيمانه غينوض، هاد السيمانه غينوض، هاد الشهر غينوض. بقيت نتبع الحاله ديالو الشينواد ما كاين. صافي صيفطوني سونتر النور، ديتو جات واحد المحسنه خلصت عليه عام ونص. الله يجازيها بخير، اللي كانت كتسمعني انا كنشكرو. بغيت سيدي ربي يحفظها ويحفظ لها وليدها. نعساتو عام ونص، خرج وباقي مسكين هو هو. دابا ما بقى كيدير لا ترويض لا حتى حاجه. جا تاني مشكل ديال لي زيسكار ديال الطياب. جاو ناس محسنين الله يجازيهم بخير، خيطوا لي داو الكلينيك، خيطوا لي داك الطياب اللي كان فيه. طالبوا لي تاني واحد رجلين تيركبوا، ها همايا. جات السيده مسكينه الله يجازيها بخير، مرت ولد خالي الله يجازيها بخير، الله يجعلهم لها في الجنه. هذوك ديال السنسول فاش يكون شي واحد كتركبهم في رجلي، ولكن خاص اللي يوقف معاه. كاين الرويض ديالهم، ولكن اللي غيدفع به باه ما يقدرش. باه عنده الفضق ما يقدرش، انا ما نقدرش. ما كنديروهمش لي بزاف وسائق ديال سيارات الاجره. وحنا كنعرفوا المعاناه ديال سائقي سيارات الاجره. عنده 60 عام وكبير تبارك الله، 60 عام عنده. وعنده الفضق، راه كرشو كلها خارجه تقريبا. كون جا نوريها لك راه غتشوفها. ما كيقدرش، ما يقدرش يدفع به. واحد النهار بغى يدفع به، بغى يطيح، قلت ليه زكا هو الدري طاح وغنكملوا عليه. الا جاو صحابو مره كيلبسهم وكيدفعوا به. خاصو الترويض، الترويض دابا هو حابس. طلبوا لي 3000 ريال في الحصه، 3 الحصات في الاسبوع، 9000 ريال. 9000 ريال ماشي من المقدور ديالك 9000 ريال. وحنا كنعرفوا ان مهدي غير كيبيع عادي على قد الحال كما كنقولوا. فراشه تقريبا واحد ديال 500 درهم ديال العماره ديال ديك الفراشه تبعت قاش. الطريطه ديال الدار كنخلصها 28000 ريال. انا ما يمكنش ليا 9000 ريال في السيمانه، ما يمكنش. شوفوا الطاكسي كيخدم نهاري ب 12000، شحال في نظرات كيجيب ليا. فيها مصروف، فيها ماكلة ديال المهدي، فيها صابون. انا ماشي من نوع غنصب النهار ولا، رانا يوميا كنصبن، يوميا خاصني نصبن، حيت المهدي ما تيحش بالمصران وما تيحش بالنبول. يعني داكشي ما تيحش بهم، يوميا خاصني نصبن. ودي هادشي اللي كاين. ودابا قال لي ماما انا بغيت موتور الكتريك باش نولي نطلع هاد الكاروسه. ماما راه شي مره غيطلع ما كيقدرش يمشي بالكاروسه. لا ما يقدرش بها، مع الحديد عنده في ظهرو. قال لي ملي كنبدا نضرب بالكشاف ديالك كتوعد. كيقول لي ماما راه غادي نبكي وجاي نبكي. كنقول لها انا علاش كنقول ليه سير طلع تحرك باش ما يبيضل. الا ضل الانسان بارك في هذا البيت ويبات فيه ويضل فيه كيولي راه غادي تخربق في دماغه. و 12 سنه ما خرجتيش من داركم. كيخرج حدو الازهر، كيطلع الازهر وكيهبط، كيطلع الازهر وكيهبط مع الدراري. حد كيقاوم، ما كتقدرش تخرج مثلا تمشي درب سلطان، تمشي للمدينه، تمشي شي بلاصه اخرى تقدر تبقى تضرب واحد ضربك شويه البرد ديال البحر. لا ما كاينش. لا الا جاو صحابو وزو الطوموبيل، ولا ولد خالتو، خالتو كيزو الطوموبيل، ولا داك الدري اشرف. الدراري صحابو هما اللي كيديو، ما باش يدي بلاصه بوحدو. انا واش انا نقدر ندفع به كروسه؟ انا ما نقدرش. صحابو اخالتي هاد الوقيته ديال الحزه ديالو وصحابو كفو معاه.
صحابو واقفين معاه، ولكن مساكن تاهما راه كل واحد ما عندوش على قد الحال، تاهما ما عندوش كيجيو يخرجوا يديو الحمام يدفعوا بيدر، ولكن زعما بشي حاجه اخرى مساكن كل واحد راه مع وليداته، كل واحد راه على قد الجهد ديالو، ما يمكنش غادي يديروا معاه شي حاجه انا باركه شي انا ما باغاش الفلوس، انا غير يعاونوني فيه يجروا ويديو ويجيبوا ويديو لي الحمام ويبركوا معاه وينسوا راه بحال لا عطوني ما هذاك هو الربح. نعم خالتي، انا الفلوس اللي شديتها اش بغيتها؟ ما عندي ما ندير بها، انا خاصني ولدي، خاصني راحة ولدي، انا لا جا عندو صاحبو دار القهوة وبرك معاه، راه هذاك هو الربح ديالي، يخرجوه ليا شويه ويتنفس، ما عندوش خوتو، كون عندو خوتو غيخرجوه. هذه هي البلاصه اللي كينعس فيها؟ ها بيتو، حتى التلفازه راه ما دايرهاش ليه، ما عندوش. كيشتغل التليفون؟ اه التليفون، هذا هو البيت ديالو وليدي، هاد الناموسيه راه عاطيها لي واحد السيده يلاه توفات، عطاتها لي بنتها دابا شي شهر، الله يرحمها ووسع عليها. امين ان شاء الله. دوزها ليا في اللايف انا راضيه عليك. عطاتها ليا نزهه. الله يرحم امي امتك ووسع عليها ضيقة القبور، ملي عطيتيني هاد الناموسيه هز عليها ولدي عظيماته. شي نداء الحاجة المحسنين؟ نداء كنطلب من المحسنين، كنطلب من الله سبحانه وتعالى هو الاول، هو فوق الجميع. كنطلب من الله وكنطلب من المحسنين اللي داخل المغرب وخارج المغرب واللي كيشوف فيا، انا اللي كنطلب، انا ما باغا حتى حاجه، انا باغا غير كروسه الكتريك لولدي وشي بيعه وشري باش يطلع يبيع ويشري باش ولدي يبقى مرتاح. اما من ناحيتي انا مجرتله مع راسي، انا لما عنديش تصبح عندي افرق تصبح فرحانه بها، ما عنديش مشكل، انا باغا راحه هاد الدري اللي راه شاب وباقي صغير ومسكين يلاه بدا في حياته وما بغاش ليه الله، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. انا الطالب اللي طلب مني المهدي ولدي جاني قاصح، يعني الموتور ديال الضوء هذاك ديال اللي كيكونوا كيغاديين بيه ديال الكتريك ديال 3 ترويد كنظن، شحال تقريبا الثمن ديالو؟ مليون و 10000 ريال. ما قديتش عليها وليدي، انا ما نكذبش عليك، انا الله شاهد عليا وبيني وبينكم الله، ورا الناس اللي كيعرفوني الا زدت ولا كذبتي نعلوني، انا راجلي كيخدم نهار وكيبرك نهار، شيفور ديال شيفور، حنا عارفين المعاناه ديال ساعه كسر الاجر ديال جاك منها، 150 درهم يجيبها لي نهار اي نهار لا، ولكن راه تابعها ما تابعها ضو تابعها، كنخلص طريطه 8 انا ثاني كنخدم كنطيب كنبريكولي، ولكن ما كاينش هاد الوقت، ما كاينش هاد الوقت بسبب الجائحه، ما كاينش هاد الوقت، ما كاينش فيها ما فيها ضو فيها طريطه فيها المصاريف، المهدي ما يمكنش ما ياكلش، المهدي ما يمكنش ما يفطرش مزيان حتى كيشرب الدواء، كنفضل نعطيه هو ياكل وما ناكلش انا، القهوه الصباح كندير المهدي وانا كنفطر بها تاهي، المهدي ضروري خاصو يتغدى مزيان، وكنطلب من الله، كنطلب الله يفرج علينا هادشي اللي كنطلب، الله يجيب ليه الشفاء نقربوكم اكثر، واللي كنطلب الوليدات الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم اللي عنده شي موطور، الله يرضي عليكم، انا بحال كنطلب فيكم اللي عنده شي موطور يمشي بشويه ويسوق بشويه، عندي الكواطر كيبقى الجون، سيروا بشويه وسوقوا بشويه راه غتهلكوا راسكم وتهلكوا والديكم والوالدين اللي كياكلوا العصا. والله يشافي خونا مهدي، نقربكم اكثر مع الاخ مهدي. السلام عليكم خويا. السلام خويا. كيفاش وقع عندك الحديث؟ واش المشكل من الهوندا؟ المشكل ما قالش عليك، كيفاش شط راسي هذيك الكسيره؟ شطيت راسي في السبيطار، كنت غادي شطحت، يقول لك كنت غادي بسرعه، يقول لك ضربات كوندا وهربات، ما قالش هذيك الكسيره كيفاش كنت غادي بموطور من نوع اس ار اس ار صافي لقيت راسي في السبيطار، ما كاينش شي تعويضات، ما كاين والو، ما عندي لا لاسيرونس لا والو، ورقه الديوانه الا عندك الموطور، الموطور ديال شي صديق ديالك، الصديق ديالك انت ما عارفوش انه هو ما عندوش الوثائق ديالو كامله. نعم غادي بيه دابا 12 عام انت ما كتقدرش تخرج هادي ما كديرش، اش المعاناه ديالك؟ المعاناه بزاف، المعاناه ما كنقدرش نبينهم للدار، لان كنحس بهم عندي لداخل، كتخليهم لداخل ديالك ما تقدرش تقولهم كنقدر نبين عندي الضحكة باش حتى هما يضحكوا شي ضحكوا يبردوا على قلبهم يعني هز الهم هز الهم لوالديك وهز الهم بزاف الحوايج وانا اللي عندي المشروع اللي داير هذاك المشروع الصغير يعني 500 درهم تقدر تعمر بها هذيك الفريشة تقاشر
كتبيع امو هادي ثلاثة بالطانك شحال من حاجة؟ ألف فرانك ديالك من النهار. آه ديال القهوة باش تريحها في القهوة. باش تريحها باش نخرج ندير لها الجو بعدا كاين الجو ونرجع للدار. وما نقدرش نبقى مريح حداهم باش ما نبينش. ما تبينش لهم العذاب اللي كتعذب أنت. المشكل اللي وقع لك أخويا مهدي. من الدار السنسول ديالك. السنسول. عندي الدار وز الدار. وز الدار. فقارة ديس اللي بحكم النص تاع الجيش. ممكن نحس برجلي كنت ممكن تهزهم كنت غادي دير هذاك الشيء باش باش تجمع داك الشيء ديالك وداك الشيء كندير كل شيء قول نعم شي رساله ديالك المحسن الخويا رساله ديالي هما المحسنين عام الله يجازيهم بالخير يتعاونوا معايا ويشروا موتور الكتريك الله يرحم لهم الوالدين الله يجازيهم بالخير مشاهدينا الكرام كما كتلاحظوا هذه هي الحاله ديال الاخ مهدي اللي 12 سنه وما كيخرجش من الدار الا عند اشد الحاجه دير واحد المشاريع مسكين صغير ديال التقاشر يخدم ما يدخلش يعني مره يمشي مره ما يمشيش مره مريض مره كيبقى مرتاح كيظهروا ظهروا كي يمشي بهاد الكروسه اللي كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام كما كتعرفوا انه هو مع السنسول ما كيقدرش يبقى يدور الرويد يعني المطلب ديالو واضح من طلب من المحسنين غير على قبل واحد الدراجه ناريه كهربائيه من هذيك ديال ثلاثه ترويد ديال الناس اللي ما كيقدروش يتمشاو مشاهدينا الكرام الرقم ديال الاخ مهدي 06 29 99 30 08 غنعاود نذكركم بالرقم ديالو راه هو كاين في التعليق 06 29 96 30 08 اللي يقدر يساعدوا بشي حاجه مشاهدينا الكرام لان الحاله ديالو صراحه تدمي قلوب مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه هذا البث المباشر نلقاكم في بث مباشر جديد ان شاء الله الى اللقاء.